يوسف ابتدي معاك. يعني انت كنت معاهم من بدايه المشوار، تصفيات كاس العالم، بطوله كاس العالم، وبعد كده بطوله عربيه. كلمنا عن المشوار وابتديته ازاي، وكان اول كول ليك او اول استدعاء ليك مع منتخب مصر كان ازاي؟ يعني كلمني عن الرحله حتى الان في عناوين برضه. والله الرحلة معايا بدأت في البادل من شهر 12 2021، يعني سنتين. رحلة مش طويلة قوي بس مليئة بالحاجات الكويسة والإنجازات. بدأت معايا أول مشاركة ليا مع منتخب مصر كانت في قبل تصفيات كأس العالم، كان في بطولة كده بس يعني كانت حاجة تنظيمية ويعني شبه ودية. وأول حاجة كبيرة شاركت فيها كانت تصفيات كأس العالم، كان بقالي 6 شهور او 8 شهور بلعب بادل ساعتها. فطبعا يعني كنا بنلعب منتخبات بقالها كتير بتلعب صحيح. وعندهم خبره، فده كان حاطط شويه ضغط علينا كلنا ان احنا لسه برضو داخلين حته جديده كلنا. زي ما جورج كان بيقول ان احنا جايين من التنس، جايين من شريف تنس، انا تنس، فان احنا داخلين رياضه جديده بننافس مع صحيح. منتخبات عندها خبره وبتلعب، حتى لو مهما كان انت ليفلك قد ايه، بس بس دي لعبة جديدة. بالظبط المجال بالظبط. بالنسبه لك جديد. كان في شويه ضغط على اللعيبه، بس من اول بطوله شاركنا فيها قدرنا نثبت ان مصر باللعيبه بتاعتها، حتى اللي يعتبروا مش بيلعبوا بقالهم كتير، لا احنا من المنتخبات التقيله زي ما بيقولوا، يعني لو احنا من برافو اللي التوب انت على بتقول طول. كده. يعني اه ده الحمد حاجه لله. الاحساس بده مهم، ان انت تحس ان احنا، لا احنا موجودين. ده احنا من التقال يعني زي ما اه بيقولوا، فاهم قصدي؟ من برافو. اول مشاركه شاركنا فيها اثبتنا نفسنا، واللعيبه والمدربين والجهاز الفني بقياده المهندس احمد غتواري بصراحه يعني حاسين ان احنا ماشيين في اتجاه، فاهم قصدي؟ ما فيش اي تشتيت، ما فيش اي حاجه، قبل البطوله في تمرينات بنظبط، يعني حاسين ان الموضوع بادئ بطريقه احترافيه قوي قوي. من اول مشاركه ليا مع المنتخب عرفنا نثبت نفسنا وتاهلنا لكاس العالم، وكسبنا منتخبات جامده زي منتخب اليابان، منتخب ايران، الحاجات دي السنه اللي فاتت في ست تصفيات كاس ساعات العالم. انتوا قعدتوا بالظبط تلعبوا ده ماتش، انا بالظبط، ما اعرفش ازاي. كانت ماتشات حلوه. انا يعني اللي بيتفرج تعب، ما بالك اللي بيلعب. بالظبط. اه لا يعني وانت بتلعب ماتشك بعد كده بتخلص ماتشك، لو انت بدات بتقعد تشجع ساعتين، ثلاث ماتشات مثلا او حلو. ماتشين بعديها بتقعد تشجع بقلبك، فانت ده لو اول ماتش، لو اخر ماتش بتقعد تشجع 5 6 ساعات، بعد كده تنزل انت ماتشك بعد 5 6 ساعات تشجيع لازم تلعب، فالموضوع بيكون مرهق. بس روح الفريق بصراحه وان انت بتلعب باسم بلدك وعلم مصر والكلام ده، انا عن نفسي بيلهيني عن اي حاجه يعني انا بصراحه. بس برضو بحييك ان انت جايب تيشيرت منتخب مصر كمان شرف زي لينا، جورج. ربنا طبعا يخليك. انا لا يعني مش قصدي، يعني اكيد طبعا كل اللعيبه بتيجي منتخب مصر. طبعا وانت كمان ده تيشيرت منتخب تيشيرت مصر المنتخب دي مظبوط. السود اه الاسود بقى، دي انتوا السود بتلعبوا اللي باللونين، هو انا انا اسود. افتكرت تيشيرت تاني. لا بس لا انتوا جايين تيشيرت منتخب مصر، ده قمه العز بالتيشيرت الحمد لله. والانرجي والويلنج اللي انتوا بتتكلموا بيه ده، انا سعيد بيه جدا وسعيد بالتجربه، وحاسس قد ايه انتوا حابين